تلقف الدعم العائله الساعه الساعه التونسه فما شكون في بالو بيك من حومتك من جيرانك؟ لا 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 عائلتي نوجه لهم تحيه معناها وقفوا معاك هاي بالطبيعه عائلتي سيمان اخواتي سينون الناس ما يعرفوش لا ما يعرفوش مش نحن في تونس انا ما نحن شعب تونسي ما هو شعب طب تقول له هذاك ستنا هي سي في معناها انسان راهو كيما السكر كيما حاجه راهو مرض صعبي جدا راهو كيما بالطبيعه شكون خدمت انا في تونس هنا فهمت جيت هكا مره فما انسان يعرف عنده شكون شكون يخدم في السبيطار هو عنده شكون مرته كانت تخدم معايا دي قال راهو سيد هذاك يعدي على السيده في الرابطه عنا مشي حكايه الحكايه هو حكيتها هي الحكايه في برا تونس كنت نخدم وليت موضوع وليت كانك انت معناها كانك شنو عندك نحن هنا العقليه نحن هنا عقليه تابعه للاخر اي كملت تخدم ولا لا وقفت شكون وقفك على الخدمه؟ وقفت الباترون شكون الباترون هذاك؟ الباترون مولا الخدمه مولا الخدمه وقفك هي شركه خاصه؟ شركه خاصه يعجبكش؟ شو وقفك على الخدمه؟ علي؟ تعديه؟ العباد اللي ما هو باش يحكيوا مع بعضهم غاديك الناس تخدم على كل شيء واللي يخزر لك كانك واحد مطردك معناتها كانك جاي من توك وباخر توا تخدم انت؟ لا لا سعادة وصديقتك الايطاليه وين؟ رجعت لايطاليا مازلت على علاقه معاها؟ والله انا هكا جو بريفير نو معناها ما ضبي حتى تكلمني وقت كل شيء ما ضبي حاجه ذيك واللي صار ومشي على روحي يمشي على روحي اي خممتش حياتك القدام والله شو علاش نقول لك هنايا وقفنا 47 سنه مازلت هنايا وقفنا في حكايه قلت لك العقليه لهنا كيفاش هذيك العقليه لا الناس ما يعرفوش اللي انت مريض لا ما يعرفوش اي العقليه حبيت ما عانيتش برشا سانسيرمون لهنا عانيت وقت اللي صارت لي موضوع الخدمه وقت اللي صار لي موضوع الخدمه عانيت وتولي حتى مثلا بسيكولوجيكمون تولي يخزر تقول كيفاش بينك وبين روحك شيء هذا يصير بالرغم انت زعلان راك تبدا شخصيتك قويه انسان نفساني متحضر قلت لك انا كنت نحضر في كيب ناسيونال في 22 جوار كنت نحضرهم انا نفسانيا باش نلعبوا بارتي معناها حاجه من اختصاصي هذا الامور النفسانيه مهما كان انت تجيك ثلاثه اربع تاع الصباح تبدا ريقت يجيك تقوم هكا تقول انا مريض هكا لكن انا تقريبا بشبش معناها مهما كانت اغزت على يكذب اللي يقول مهما تكون قوتك نفسانية وما تكون قوتك شخصية ربش اثر فيك الحكاية وتولي سونسيبل في عائلتك وفي دارك وضعك الصحي تو امد الحياة اعطاك الطبيب ولا ما اعطاكش توا والله معناها الطب المباشرين معناها شكوى مثلا تعرف انت معناها بحكم بعد مدة ما كونتاكت بينك وبين تبير تتكون علاقة تتكون علاقة يقول لي كان عندك طريقة كفيت نجب ترجع البر ارجع البر اخي هي نصيحة اخوة معناها اخوية ترجع البر علاش بركيس اللي تراتمون سي بلي في كاس البر خاطر اللهوة خير البر وخاطر العقلية خير البر لا خليني من العقلية نحكي طبيب يحكي مع الباسيون نتاعو مع المريض نتاعو قال لك تريتمون البرة خير وماهوش كيما اللي هو في تونس صحيح قاله لك ماهوش قال لي ماهوش افيكاس كيما اللي كنت تاخذ فيه قال لي اخي انت راك اوتوماتيكمون دور فما فرق بين دواء سومو 600 دينار ناخذ فيه ساعه في تونس الاول سومو 600 دينار برا 7 8 البرا 7 2300 فرون ديفيزي بار 3 حاجه هناك حكيت 7 ملايين بخلاف انه البرا فما احاطه شامله بيك اي في تونس هنا ما فماش جمعيات ما فماش كذا ما فما جمعيات فما جمعيات اللي هما مثلا كما نقولوا نحن فما فيهم كفاءات فهم ناس قاعده تعمل في مجهود والامكانيات مثلا اما مساله الدوله مساله مهمه لهنا ما 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 الحكايه ذي لازمها تقف اي صحيح سامحني الصحه حق مكتسب شو مكتسب في الدستور اي مكتسب كيفاش نجيبوا دواء سومو دواء نتاع تريتمون تاع سيده علاش فرنسا الدواء ب 7 ملايين احنا نجيبوا دواء في قيمته ب 600,000 فوالا علاش الدواء اللي تاخذ فيه انت في ايطاليا وفي سويسرا وفي في انجلترا افيكاس انت دواء يوقف المرض وما يخليش يتقدم المراحل المتاخره واحنا نجيبوا دواء من الهند
أه؟ يوصلك المراحل المتقدمة. هنا رد بالك، رد بالك لهنا على وزارة الصحة الإجابة فورا على هذا السؤال. إذا كان التريتمون تاع السيدة اللي ياخذوا فيه التوانسة ب 600 ألف ماهوش هو بيده، مش على خاطره من الهند، مش قضية من الهند ولا من الصين، ماهوش هو بيده، وينجم يعمل تدهور وماهوش إفكاس، ويعمل تدهور لحالة المريض في ترتيب مرض السيدة وفي مراحله، راهو هنا قاعدين نلعبوا. أنا مانيش نتفق في حتى واحد، هذا الكلام قلته أنت. أنا تقول لك مع الناس فلوس باش لا مش قضيت مع الناس فلوس، الدولة تحمل مسؤولية الدولة ما أمورها.